الصواد الأعظم من هذا الشعب يعلم يقيناً أن من بدأ هذه المهمة ومن عبر الصعاب وحقق المحال جديراً أن يتولى مسؤولية هذا الشعب ويحفظ له مقدراته ويحمي أوطانه. نؤيدك ونبايعك ونعهدك يا سيادة الرئيس من أجل تاريخ نريد أن نحفظه ومستقبل يحمل لنا كل الخير. نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لما بيكون عندك قيادة قوية وعندك ظهر قوي تعرف ان انت بتقول للعالم كله احنا المصريين مصرين ان احنا نكمل ما بدأناه، احنا هنكمل اللي احنا بدأناه. والترجمة الحقيقية على ارض الواقع ان احنا هنكمل اللي بدأناه ان شاء الله كلنا يوم 10 و11 و12 من الساعات الاولى كلنا نقف ايد واحدة نرسل للعالم كله يعني ايه مصر. مصر اللي ولادها رجالة مقتنعين بالقيادة السياسية، عارفين ان عندهم قائد زعيم بطل. فتحية للقائد الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي. وعلينا استكمال المسيرة فيما هو قادم يوم 10 و11 و12. علينا تصدير صورة للعالم كله ان شعب مصر القوي العظيم قادر على ان يحمي بلده من فكر غربي يريد بنا الظلام. واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يعطينا الضوء والامل لمصر الجديدة المستقبل ان شاء الله. جئنا هنا ايها الكرام في هذا اليوم لنجدد بيعتنا لرئيسنا وقائدنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول له نحن وراءك فسر على بركة الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يجب أن تشعر بمسؤوليتك، يجب أن تعلم ما كنا فيه وما أصبحنا إليه، يجب أن ترى حجم الإنجاز في جميع القطاعات. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.